إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم لبيتكم الدارجة. نمشي نضرب واحد الإطلالة على الفريم ديال 4 ساعات. يعني كما كتشاهدوا هنايا، المسار ديال البيتكوين مازال في تنازل. كان النزول الأول وهنا موفمنت هوريزونتال، وهاد المنطقة تكلمنا عليها بزاف 20800 كانت كتمثلنا آخر منطقة الإيجابية. ما دمنا تحت 20800 فحنا نحن سلبيين. إلى الثمن ديال البيتكوين تجاوز 20800 ف يمكن نبدا نتكلموا على الايجابيه. كما كتشوفوا الان دخلنا لهاد المثلث، باش ندير واحد الاطلال على هاد المثلث. كما كتشوفوا هنايا، هنا عندنا 19800 اول تايم هاي 2017، وهاد الجهه تكلمنا عليها بزاف كما كتشوفوا، يعني كيحترمها. اليوم شفنا بان القناه السعريه ديال البيتكوين يعني تقلصت بزاف. اليوم عندنا اجازه في الولايات المتحده، لهذا يعني كان اغلب الظن ديالي باننا يقدر يكون واحد النزول. علاش؟ لان المانيبيليشن كتولي سهله، ما كتدخلش اموال كثيره. ونمشي نشوفوا السيناريو الاول ديال السقوط، شحال يمكن لي ينزل البيتكوين الا شدينا هاد اسمنا هادي من هنا حتى لهنايا، سقطنا على هاد المستوى هذا. يعني الا البيتكوين خرج على هاد القناه السعريه هادي، نقدروا نوصلوا للهدف الاول اللي يكون هو 18500. وكما كتشاهدوا في الان 18500، يعني 18500 سلبية وسلبية جدا. لماذا؟ لأن لو وصلنا ل 18500 يعني بأن تجاوزنا هذه القاعدة، وهذا شيء سلبي. إلا ما كانش عندنا واحد البونص قوي من هنايا، يقدروا نشوفوا مستويات منخفضة جدا للبيتكوين. ربما توصل حتى لآخر قاع شفنا في هذه السنة هذا هو تقريبا 17600. إلا وصلنا لهذا القاع يعني خاصنا واحد الريبونس، هذه كتشكلنا منطقة دعم قوية، آخر منطقة دعم بالنسبة للبيتكوين. إلا ما صعدناش عاوتاني فوق منها، يعني راه يقدر نوصلوا لأسعار منخفضة جدا بالنسبة للبيتكوين. وأخواني أخواتي، هذا الأسبوع عندنا يعني حدثين مهمين. الخميس الاتحاد الأوروبي اللي يقدر يزيد في سعر الفائدة، وعندنا أيضا حالة تضخم نهار الجمعة في الولايات المتحدة. باش ندير واحد الإطلال على الويكلي فريم، كما كتشوفوا مسار تنازلي، ومن بعد عندنا تصحيح، ومن بعد عندنا عاوتاني مسار تنازلي وتصحيح. يعني من بعد كما كتشوفوا هنايا، هذه هي المنطقة اللي تحدثنا عليها، يعني اللي نزلنا عليها نشوفوا مستويات منخفضة ومنخفضة جدا. والسعر اللي حددناه اللي قلنا تقريبا بالنسبة لنا يكون مهم ومهم جدا، هو ما بين 11000 حتى 14000 دولار، وهذا بالنسبة لنا غادي يشكل واحد المناسبة جيدة لشراء من هذه المنطقة هذه. هذه الحركة هذه كنت ولا بد باغي نشاركها معكم، لان كتبان لي هي اغلب الظن هو اللي يمكن يوقع في الايام المقبلة ان شاء الله. الا مشينا ضربنا على واحد الاطلاله على الكوين ماركت كاب، الا كان عندنا واحد التصحيح هنايا وكانت واحد المقاومه ديال منطقه الدعم وطلع البيتكوين للاعلى، فهذا يعطينا المناسبه للتداول على بعض العملات. يعني 4 أو 5 ساعات هذه العملات هما اللايت كوين والبيتكوين كاش. ولكن اذا كان السيناريو الاخر وهو سيناريو النزول اللي شفنا على الويكلي فريم، فهناك عمله اهم عملة بالنسبة لي يقدروا نستفدوا منها في الاسابيع المقبلة، وهي الشيليز. الشيليز في نوفمبر يقدر تدير واحد الصعود قوي وقوي جدا، لانني انا نظرتي الان بالنسبة للبيتكوين سبتمبر فهو سلبي، اكتوبر ربما يجي تحسن، ونوفمبر يمكننا نشاهد واحد انتعاشة الاسواق، وهذا بفضل كأس العالم اللي هتكون في قطر. يكون بالنسبة لنا مناسبة لتحقيق بعض الأرباح على بعض العملات. إخواني أخواتي، هذا كان واحد التحديث سريع للبيتكوين. شكرا للمتابعة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.